تقييم سلبي، ما حقق حتى شي حاجه، ما حقق حتى شي حاجه في الوقت اللي كانت الانتظارات كثيره. كانت انتظارات كثيره، كاين على الاقل مجلس فيه ناس مختصين عندهم طاقات، وتبارك الله الاباء اللي كانوا في المجلس كنت سنحت لهم الامكانيات ديال العمل، كان عندهم ما يضيفوا للجانب المعلوماتي، الجانب ديال السياسات العامه، لان كل الاغلبيه بزاف الاعضاء اللي كانوا في المجلس كلهم من الناس اللي كيشتغلوا في الميدان الهجره، هناك فاعلين جمعويين وكذلك مختصين باحثين. هاد الناس هادو اللي التحقوا بهاد المبادره ديال المجلس البلاد ديالنا خسرتهم. كاين اللي انسحب كما درت انا رسميا، كاين اللي قطع لياس ما بقاش كيحضر عندهم. بلادنا خسرت واحد الطاقه مهمه اللي كان كيمكن ليها تقدم الملف الهجره للقدام. التقييم ديال اللي عشت فيه انايا في هاد الربع سنين اللي دوزت، كتجبر بانه في الوقت اللي حنا كاعضاء كنحاولوا باش نقدموا شي عمل، كتجبر ناس في الخفاء من هاد المسؤولين ديال المجلس، القياده المجلس كتحاول تقنع الناس ديال البرلمان والناس ديال الاحزاب بانه ما خصكمش تعطيوا للهجره المشاركه السياسيه. انا كنتسائل هادو حمق، كيفاش مؤسسه دارها الملك من اجل اعطاء استشارات للمستقبل لتقويه المواطنه المهاجرين، وعندك المسؤولين ديال المجلس كيحاربوا هذه الفكره. التقييم ديالي حتى في المساله ديال النقاش حول الدستور، اللجنه ديال المانوني ناقشت مع كل تنظيمات المجتمع المدني في المغرب، الاحزاب الجمعيات، الهجره لا. وشكون كان وراء باش اللجنه ديال المانوني ما تتكلمش مع الـ مع الـ مع الجمعيات المجتمع المدني المهاجر؟ هما المسؤولين ديال المجلس، منهم الدريس اليزامي كان مسؤول اول انه كان عضو في اللجنه ديال المانوني، هو اللي حرم الهجره من الحوار مع اللجنه ديال المانوني بحجه انا عارف الهجره، وثانيا الهجره المغربيه مفرقه، وثانيا ما منظماش، وثالثا مشتع. هاد الناس هادو اللي حرموا في واحد الظرف تاريخي ديال اعطاء الراي فيما يخص الدستور الجديد، حرموا الجاليه المغربيه من النقاش في الوقت اللي في المغرب كلشي تناقش. اذا ملي كتشوف هذا التقييم، ناس رجعوا الملفات الهجره للوراء، ناس بداو كيفكرونا في التجربه ديال سنوات الرصاص، اما معنا واما ضدنا، ولا ما كنتيش معاهم كيطلقوا عليك كل الدعايات ديال الدنيا والدين ويهمشوك، وبعض المرات ما حتى الاجتماعات يهرسوها لك. الناس اللي كيحاولوا يساهموا في التشتيت ديال المغاربه، الناس اللي الملف ديال الهجره ما تحقق منا ولا استشاره وحده. المجلس ديالنا رسميا ما قدم حتى شي استشاره من خلق في الوقت اللي كاين النقاش، اتفاقيات اوضاع الهجره، هذه المشاركه السياسيه، الاتفاقيه الثنائيه، الجانب العنصريه، الجانب ديال الاطفال، التجمع العائلي، الديوانه، الوضعيه ديال القناصله في العالم، ما كاين حتى شي موقف حتى شي تطور في هذا الاتجاه. كاين واحد العديد ديال لقاءات نخبويه، حتى عندهم الفلوس كيديروا بعض المرات في معرض الكتاب بعض اللقاءات النخبويه ديال التفكير في المستقبل في الوقت اللي الواقع ما كاينش. اولا بالنسبه لي المسؤوليات مختلفه، المسؤوليه الاولى هو الدوله مستفدت لانه لجمت عن طريق المجلس الحوار الفعلي مع المغاربه، لجمتهم راه عندي لكم شي حاجه، والناس متاكدين دوك كينتظروا الجمعيات وهذا كينتظروا، والمهم المجلس يلاه دابا جديد وهذا نتسناو لجمت المغاربه. الجانب الثاني اللي استفد من هذا المجلس هما بعض الاشخاص اللي كيسيروا المجلس، كاين الاستفاده السياسيه بالنسبه لدريس اليزامي كرئيس ديال المجلس، ولحد الان راه رئيس المجلس، حاضر ما حاضرش ولكن مسؤول، استفد سياسيا بانه حتى هو استطاع بحجه تاريخه الحقوقي، لانه عنده معرفه ديال الهجره وعنده تصور، وبالتالي ولكن في نفس الوقت
الديت اليزامي مناهض للحقوق، هو كيقول الرئيس ديال المجلس حقوق الانسان، مناهض لواحد الحق اساسي اللي من حقوق الانسان، اللي هو حق المشاركه والمواطنه ديال المهاجرين. كيتزايد في المغرب بانه حقوق الانسان، ولكن اتجاه الهجره من السيد اليزامي من الد الخصوم ديال هذا الحق ديال المواطنه وديال المشاركه السياسيه بالنسبه للمغاربه ديال الخارج. بالنسبه للاخرين، الكاتب العام ولا اجبالي اللي ولا مسؤول بلا مسؤول، تصرفوا غير تصرفوا في الامكانيات، في العلاقات، في الجوانب ديال الميزانيات ديال المجلس، بلا محاسب، بلا محاسبه، بلا حتى شي حاجه. بالنسبه لهم السياسه كتمشي بالكانا، الكانا ديال معايا ندبر عليك، ضدي نحاربك، واستعمال وهذا الحرب اللي كيديروها كيستعملوا كل الوسائل، استعملوا الجوانب الماليه، استعملوا الامكانيات الذاتيه اللي عندهم في المجلس، كيستعملوا كل الوسائل المحاربه ديال كل صوت اللي كيرفض التصرف الاستبدادي اللي كيديروه في المجلس. وفي نفس الوقت مخلي الوضعيه مبلوكيه، ما عرفتش واش هاد الناس داروهم تما من اجل هذا الهدف، هو تلجيم الهجره، هو المحاوله ديال الرجوع للوراء، او كاين شي هدف اخر. هذا التساؤل كيطرحوا الجاليه المغربيه على مستوى العالم كله. شكون مورا ادريس اجبالي وعبد الله بوصوف؟ واش كاين شي قوه خارقه موراهم اللي كتحميهم عن ممارستهم لا ديمقراطيه، لا اتجاه الاعضاء، لا اتجاه الهجره، لا اتجاه المحاسبه مع الراي العام؟ شكون كيحمي هاد الناس؟ مادام هاد المحاسبه ما كايناش، مادام كتنعدم الثقه كليه، وبزاف ديال ماشي غير انا، العديد ديال الناس اللي عندهم رغبه ديال التغيير والمساهمه ما بقاش كيثقوا. شكون مورا مادام كاين فاسدين كيستعملوا هاد الامكانيات ومن الجميل القضيه ديال الهجره، كيبقى السؤال ديال واش كيمكن لينا نثقوا في التغيير؟ وهذا السؤال صعب، لانه اللي بناته الدوله من انطلاقا بانه بغينا نطوروا العلاقات ونطوروا الوضع، خسرته لسنين طويله. وباش يرجعوا الثقه للمهاجرين والمغاربه في البلاد وفي هذه الدوله، عاوتاني خصها خدمه طويله، والوقت ما بقاش موجود، ما بقاش الناس حومه غير لا غيكون التغيير غيكون التغيير. في الوقت اللي ما كاينش التغيير كيقولوا دبروا راسكم، كل واحد كيدير المسؤوليه ديالو والاولويه ديالو.